سوف نحتاج إلى نصف كيلو باذنجان نقوم بشويه على النار فقط على الغاز، ثم نقوم بتقشير الباذنجان وذلك بإزالة القطعة الأسفل القشرة السوداء والاحتفاظ فقط باللب. بهذه الطريقة نقوم بتنظيفه أو حسب طريقة كل شخص. نتخلص من القشرة السوداء هنا قمت بتنظيف الكمية كلها، ثم نقوم بذعك الباذنجان بشوكة لنحصل على قطع صغيرة. نقوم بذعك جيدا. هنا جاهز الباذنجان. نقوم ننتقل للمكونات الباقية. نحتاج إلى ملعقتين كبيرة زيتون. زيتون هنا قمت بالزيتون المعلب. نقوم بإزالة العظم وتقطيع قطع صغيرة فقط بالشوكة. إذا قمنا بدعك الزيتون بالشوكة سوف نحصل على قطع صغيرة جدا. نحتاج إلى ملعقتين أكل كبيرة. نحتاج إلى عصير ليمون حامضة. نحتاج إلى ملعقة كبيرة خل أبيض. نحتاج إلى فلفل، بودرة فلفل الحار حسب الذوق، ممكن الاستغناء عن البودرة. ملعقتين كبيرة روب أو زبادي أو يوغورت على حسب كل دولة، بعض يسمونها الروب وبعض يسمونها الزبادي، البعض على حسب كل منطقة. نحتاج إلى ملعقتين طحينة. نحتاج إلى حوالي 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. نقوم بخلط جميع المكونات. بعدها نضيف الباذنجان ونخلط جيدا الكل. هنا جاهز بعد الخلط. نحضر طبق تقديم، نضع الباذنجان ونقوم بترتيبه بالشوكة. نزين بالقليل من زيت الزيتون، حبات من الزيتون الأسود والقليل من الزبادي أو الروب. طبعا التزيين حسب الرغبة.
القليل من الرب فقط، قليل جدا للزينة فقط. ويقدم الطبق كنوع من المقبلات وهو لذيذ، أتمنى تجربته. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي واللايك إذا أعجبكم.